في جزيرة في الشرق الأوسط أتوقع أنها من أجمل الجزر اللي يمكن تزوروها، والأسباب لأن فيها شواطئ وأماكن تخييم غير ملموسة، وفيها مسارات الفور باي فور ولا أروع. نحن قضينا 4 أيام نستكشف هذه الجزيرة الجميلة في سلطنة عمان، جزيرة مصر. أتمنى تعجبكم سلسلة الحلقات الجاية، وأتمنى أنكم تعملوا لايك شير وسبسكرايب. هذه رحلة فريق قرقرة إلى جزيرة مصيرة. السلام عليكم، عساكم بخير وبصحة وعافية. متجهين لجزيرة مصيرة، عندي إجازة سنوية وإجازة سنوية لمدة 2 أسبوع، فآخر أسبوع قلنا أن نطلع نروح نستكشف هذه الجزيرة الجميلة. وصدقوني تابعوا الحلقات لأن بتتعرفوا على أشياء ما كنتوا تعرفوها عن هذه الجزيرة الجميلة، اللي هي ربما أجمل الجزر اللي موجودة في الشرق الأوسط. قبل ما ندخل إلى صلب الرحلة، خلوني أعطيكم باكجراوند ستوري عن مصيرة. مصيرة هي أحد ولايات المنطقة الشرقية في سلطنة عمان، وهي عبارة عن جزيرة تقع جنوب شرق السلطنة وتربط حولها عدة جزر أخرى. من أهم الأشياء اللي لازم تعرفوا عنها الجزيرة إنها كانت في أيامها تعتبر محطة استراحة للسفن المتجهة من اليمن إلى السلطنة والعكس. مصيرة لها تاريخ جدا عريق، يقال إن الإسكندر المقدوني اتخذها قاعدة وأسماها سيرابيس، وطبعا لها أسامي كثيرة خلال التاريخ. وتعتبر جزيرة مصيرة من أهم المناطق في العالم لرياضة الكايت سيرفينج. من ناحية سياحية، فجزيرة مصيرة تطيح الفرصة لك انك تزور شواطئها اللي بحد ذاتها بصراحة من اجمل الشواطئ اللي يمكن تزوروها لانها غير ملموسة. طبعا فيها بيئة فطرية جدا جميلة، السلاحف البحرية موجودة على شواطئها بكثرة، وطبعا الصيد جدا جميل في هذه الجزيرة. واقفين عبي بترول، او انا عبي بترول. الشباب ينتظروني في محطة ثانية. هالمرة الجي بي اس سوى لي سالفة، خذني من طريق ثاني، قال ان اسرع. بس المهم الشباب شوية قدام، نلتقي معاهم ونتجه لشنا. ما اتوقع بنوصل للعبارة الساعة 3، فبنشوف يا يعني ناخذ العبارات العادية اللي موجودة او بنخيم هناك وناخذ العبارة الصبح، يعتمد متى نوصل. أكثر سؤال جاني خلال هالرحلة على إنستغرام، لأنه كنت لايف على إنستغرام خلال الرحلة، كيف تشتروا تذاكر العبارة اللي راح تأخذكم من ميناء شنة إلى مصيرة؟ So there are two ways، طريقتين توصلوا فيها إلى جزيرة مصيرة. يا يعني أنكم تأخذوا عبارات الشركة الوطنية، العبارات اللي تمشي على تواقيت معينة وسريعة وتوصلوا بسرعة، مشكلتهم الابليكيشن مالهم ولا مرة يشتغل معاي على الأقل. أو يمكن عندكم عبارة ثانية اللي هي هذه العبارة اللي تشوفوها وراء هذه العبارة الأهلية، هذه حتى توصلكم بس تمشي لما تثير فل، فيمكن تنتظر ساعة، يمكن 4، يمكن 5، يمكن ما تمشي. أفضل أن تأخذوا هذه العبارة لأنها سريعة وآمنة وفيها فاسيليتيز. وأتمنى كذا صار واضح لكم كيف توصلوا إلى جزيرة مصيرة. أنا طلعت من مسقط، خذيت طريق سناو، ومن سناو إلى شنة، ومن بعدها إلى مصيرة. ملتقاي مع أبو علي والشباب راح يكون في سناو. يعني حلوين، تمر منهم تعرف أنك إن ممر السعادة من المطار، هذا ممر السعادة من يعني لأن أطلع ذاك الصوب من السلطنة. شوفوا حصلت من وسط الشارع، مو زي وسط الشارع كذا حد ياخرنا. والله شوف الحمد لله على السلامه، الله يسلمك. وحشنا يا اخي، اخذني طريق ثاني. ابو علي هلا، اخبارك؟ اوه مو الاخبار، كيف امورك؟ السلام عليكم، اخبارك؟ كيف الامور؟ عساك بخير. الحمد لله، حياك الله، يا وسهلا. لا هوب، اوهو، لا تطلع، لا تطلع، تعال يا روح، لا هو داخل، كمان تعال يلا. حبيب ولا فحم فحم، هذاك الدب داخل، شوفه قاعد يطالع عليكم. ها حبيب سناو، شوفوا كيف الولاء للطريق. اوه صراحه حركه حلوه جدا، وعلى سيارته طالع جدا حلو.
تابعوا حساب ستريم اوفرلاندر. نحن باذن الله رايحين لمصيره. صح 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 الله اعلم ان شاء الله. رحلتنا ان شاء الله راح تكون لاربعه ايام، بدايه من اليوم ورجوع ان شاء الله يكون يوم السبت. طبعا اليوم الاول اكتملنا ثلاث سيارات، شبيب في الاف جي الجميله اللي عليها البراندنج والقرقره، وابو علي طبعا في الحوت، ونحن في بيج بن الى شنو. وكذا كملنا دردنا متجهين الى شنة. طبعا في الطريق دقنا الجوع، واصلين لمحوت وبنوقف ناكلنا شيء نشرب لنا شيء بعدين بنتحرك. وكالعادة الستوب اللي دائما نسويه في محوت في او اف سي عمان فرايد تشيكن، اكلهم لذيذ، اذا رايحين لمحوت جربوا. استراحة محارب في محوت، قلنا ناخذ بريك بسيط او اف سي، ناخذ لنا غدا على السريع، وعاد العباره اللي هي الناشونال فيريز راحت علينا. بس في عبارات ثانيه اللي هي العبارات الاهليه. طبعا المعلومه اللي اعرف عن العبارات الاهليه ان ما في انشورنس، فيعني اركبها وتوكل على ربك. في طريقكم الى ميناء شنة راح تمروا على بحيره الملح في هذه المنطقه. طبعا توجد هذه السبخات الملحية في مناطق أخرى أيضا في عمان، مثل منطقة بر الحكمان بولاية محوت ومنطقة أم السمين بصحراء ربع الخالي، بس كأنها لوحة فنية سبحان الله. ولما تسوقوا على الشارع وانتم مارين من جنبها كأنكم انتقلتوا إلى كوكب آخر. واخيرا وصلنا الى ميناء شنة، وقلنا نروح نجرب حظنا في مكاتب العبارات الوطنيه ونشوف هل في عباره تطلع الساعه 5 ولا لا. فعلى حظنا كان في عباره الساعه 5، وموقع ان اف سي اونلاين اللي كان يخبرني انه ما في عباره الا الساعه 3 كان غلط. فلا تعتمدوا على الموقع، اتصلوا على الكول سنتر عندهم 1551، لان للاسف الشديد يعني المفروض هذه الاشياء تكون شيء بسيط انك تقدر تحجز تذكرتك اونلاين. المهم حصلنا على تذكرة 4:30، راح نحط سيارات على العبارة ونشوف الغروب ونحن متجهين الى مصيرنا. وهذا الخط اللي ياخذك الى ميناء شنة من افضل الاماكن اللي يمكن تصيدوا فيها، فاذا متأخرين على العبارة او متقدمين على العبارة تنتظروا هنا وتقدروا تصيدوا لكم سمك، وبعدين عاد تجهزوها وانتم في طريقكم الى مصيرة. ما شاء الله زحمة على العبارة. ومع غروب الشمس خلفنا كنا على العبارة متجهين إلى جزيرة مصيرة. وصلنا لمصيرة، ننتظر دورنا ننزل من العبارة وعلى طول الى موقع التخييم في الظلام بعد مرة. وانا ما متاكد موقع التخييم مرتين. سيو حبيب، هذيل ها رعاة الـ NFC. الرحلة حلوة من وراهم هم الشباب. جزاكم الله خير حبيبي يا شيخ مرتضى. ملتقين ان شاء الله. وطبعا هذا شبيب وراي. اشتري حطب. مع ان عندنا الواح واجد معانا. بس اشتري حطب. ايه الله. ما شاء الله. ايوه ثلاثة كفاية فرنا. خبرهم بكره يجيبوا. بعد ما عبينا سياراتنا بالاشياء اللي كانت ناقصة، قلنا ترى تحصلوا كل شيء في مصيرة. المهم اتجهنا إلى موقع التخييم في الظلام. يا
هذا بيكون our camp for the night. زين جماعة الخير، هذه الطاولة اشتريتها قبل ما اجي من بن علي يا اخي، عجبتني صغيرة، نشوف هالعملية ولا لا، نفتحها لأول مرة. شوفوا 5 minutes جميلة. وبعد هالرحلة الطويلة وصلنا إلى جزيرة مصيرة ووصلنا إلى مكان التخييم الأول. طبعا هذه الحلقة الأولى من رحلتنا إلى مصيرة، وأتمنى أن عجبتكم هذه الحلقة، تابعوا الحلقات الجاية، راح نزور أماكن جدا جميلة في جزيرة مصيرة. ولا تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب and keep exploring.